انتي زرعتي الشعر كيبان ليا صافي من هادي الكيراتين ودير لينا اللايف والستوريات في البرلمان صافي هادشي اللي بقى. اسيدي ندير الشعر ندير لي لونتي انا كاع فين كاين المشكل؟ ياك راسي هذا ندير فيه اللي بغيت. لا هو راسك هذا دير فيه اللي بغيتي غير هاد راسك ما خصوش يدير اللي بغى. الحمد لله راسي داير خدمته وعارف اش كندير. وحتى الطبيب ديال الشعر قبل ما نزرع قال لي انت راسك قاصح يصدقوا فيه كاع الالوان والاشكال ديال الشعر. الحكم قال بالله راه دو معينا وعامل فريق ديال فريق الترجي على الفار هادشي ما كاينش وهادشي ماشي في الاختصاص ديالي انا باش غيدوي معايا على الفار لانه كيدار واحد الرينيو تكنيك قبل المقابله اللي كتكون فيه داكشي مكتوب بالله راه كاين الفار وكاين جميع المسائل القانونيه حتى كنتفاجئوا ما كاينش الفار انا كنظن زعما هادشي حشومه وصافي. ايوا شمولو كنا عم بجلس روكو شباب نو رام كونترول دي نورم ديفيكولتي باندام سو مو دي رمضان بريمو لو رمضان دي سيت اني ا كوينسيدي افيك لا فورت شالور سيكوندو سي لو مو دي نوتر تريت دي ديبي دي ليفرناج. جميع البرامج اللي درناها البرامج النشطة الحمد لله زادت في 2018 وفي البداية ديال 2019 وهذا أدى إلى أنه على حسب الأش سي بي يعني المندوبية السامية للتخطيط نزلت نسبة البطالة بشكل نسبي واحد شوية ولكن هو مبشر نزول أكثر وحنا مستعدين باش ندعموا جميع المؤسسات اللي كتدعم الشباب باش يكون عنده القابلية للتشغيل. ما تفعليش نو سي تيرميني عاش معايا غير غير في الاخلاق لا لا انا كندوز عاش فيهم ما تفعنيش كمل الانترفيو انا كندوز الانترفيو ما تفعنيش ما تفعنيش سي فامينيش غير ما تفعنيش عنده سكوند عنده سكوند تتكلم تدفع في هذه خيبه تدفع في الخيبه انا ديس سونور اخلاقيات المهنه المشروع هو عبارة عن ممر تحت أرضي عند تقاطع شارع غاندي مع طريق الجامعات وشارع إبراهيم الروداني طوله حوالي 460 متر. المشروع سيتضمن كذلك إعادة تهيئة جميع الطرق الجانبية الممتدة على مسافة أكثر من كيلومتر واحد. كلية إلا ممكن لادريسة ديال السونتر اللي زرعتي فيه الشعر راني بغيت نموضي فيها هاد الجبهه ولكن السي جطو الجبهه راه كنحتاجوها في السياسه غادي تضيع الموهبه ديالك. ما تدخلش معايا في التفاصيل. واش انا حاسبتك على منين جبتي الفلوس اللي زرعتي بها الشعر؟ لا ايوا انا ميكت عليك دابا عطيني لادريسه. واخا السي جطو انا غادي نصيفطها لك في الواتساب وملي توصل قول لهم صيفطني السي اوزين. Lorsque nous avons lancé l'idée du futur pluriel, il y a maintenant 7 ans, nous ignorions quel serait l'accueil. Et M. Azoulay nous a soutenus dès le départ et aujourd'hui, 7 ans après, le futur pluriel se tient un petit peu partout. Si vous avez vu, il y en a eu à Marrakech, en Tunisie, en France, au Canada. Et nous avons cette année voulu modifier un petit peu la tonalité, même si ça reste un moment de partage. Nous avons voulu placer nos pas dans ceux de Sa Majesté qui a invité le pape François. خويا كنستعدو خويا للصلاة وقيام الليل وقراءة القرآن وبحال هاد الحوايج. التقاليد كيقدروا يديروا مثلا ما عرف كيكون الصدقات هكا كيديروا كسكسو داكشي المسجد شي حوايج بحال هكا. نصليو المغرب بعدا قبل كل شيء هو الأول تنفطرو نجيو للجامع ديريكت. هاي 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 على السلعة ثماني ياك متى انت وليتي كليان ديال فاتحة الشوافة؟ استرونا الله يفضحكم انا هذوك غير شي حجابات وبخور. دير القبول باش تكمل هاد الخمس سنين اللي بقات على خير ولا شنو؟ والله الا هذيك هي النية يا ودي اللي غادي يشوف لك المستقبل ديال البلاد ديال خمس سنين فهو العافية حدا رجليه وجاب الحجاب على برا.